غرت منا اخذ علي علبه. فعلا الولد لما شم العطر جن عليه، لانه العطر هذا يوني سيكس. أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بصورة نصف عارية، مما أثار موجة من الانتقادات، حيث طالب البعض بمعاقبتها بسبب تصرفاتها البذيئة. ونشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني السعودية مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بملابس فاضحة. وارتدت هند كنزة مع بنطال رياضي باللون الأسود، وكشفت عن بطنها وعلقت قائلة: تنصحوني أرجع أنحف؟ يذكر أن هند القحطاني كانت قد أثارت الجدل على مواقع التواصل في المملكة بعد حديثها الجريء عن الخمر ومضاجعة الرجال، ما عرضها لانتقادات لاذعة، حيث قالت رداً على كلمة انحراف: يا منحرفة الفكر والسوية، أنا في أمريكا أقدر أشرب الخمر إلى أن أفقد الوعي، أقدر أضاجع الرجال متى أردت. حياتهم في أمان وسلام. هو إحنا ما ندري إيش يصير داخل الأسرة، لكن مع المحيط والمجتمع والناس ما في أي مشاكل، ولا في أي شوشرة، ولا تشويه للسمعة، ولا محاربة. يعني أنتوا شايفينهم، الله يبارك لهم، والله العظيم أني مبسوطة عشانهم، بس أتمنى أني يعني يوما ما أصير مثلهم من ناحية راحة الدماغ. يعني تشوفونهم كثير عندنا بدون ذكر أسماء، الله يسعدهم، الله يسعدهم، أقسم بالله أني سعيدة لأجلهم وأتمنى لهم التوفيق. جميع بناتنا، جميع المشهورات سواء سعوديات أو من الخليج العربي أو الوطن العربي، يعني الوحدة يعني الآن، خاصة الآن الفترة الحالية، خلاص أنه يعني ما شاء الله صايرين النساء عندهم الخيار أن الوحدة تلبس الحجاب أو تنزعه. بعضهم حتى كانت محجبة ونزعت الحجاب، أو كانت تحط كذا زي الشيفون على راسها ونشال، وما صار في ضجة وشوشرة، يومياتهم وبعدين إعلانات وما حد يتعرض لهم. يعني تبارك الله أمورهم ماشية بسلاسة. وردا على ناشطة اتهمتها بالتخلي عن ارتداء الحجاب والعباءة والنقاب بعد انفصالها عن زوجها، أكدت هند القحطاني أنها هي التي اختارت الانفصال عن زوجها، فقط خلعته. شفتوا العباية اللي أنا لابستها وتقولون يا زين الستر والحشمة؟ تدرون أني ألبسها بالخفاء بس، وأني أخاف أحد من أهلي يشوفني يكتشفني وأنا لابستها؟ تدرون أنه كان ممنوع لي ألبسها؟